اسم الاب والابن الروح القدس لان واحد امين ونرجع مره اخرى لبرنامجنا تراثنا وايمانه الحي علي فكره لنا موقع على الفيسبوك بنفس العنوان باللغه العربيه تراثنا وايمانه الحي وتشرفونا على موقع الفيسبوك النهارده بقى هنتكلم عن لاهوت السيد المسيح له كل المجد في الايقونه وعاوز اقول لكم ان الايقونه رغم ان هي في معناها الاصلي هي صوره شبيهه بالاصل ده هي بتحمل كل سمات الشخص داخلها يعني اذا ان ان اي فنان حتى على مستوى العالم بيرسم ايقونه للسيد المسيح فهو بيوضع سمات وشخص المسيح كاله متجسد في داخل الأيقونة آه ولذلك النهاردة هنتكلم عن لاهوت السيد المسيح وإحنا هنتكلم فيه ببساطة وهنستخدم الأيقونة في توصيل صفات السيد المسيح اللاهوتية أو شخص السيد المسيح كإله إحنا آه شايفين قدامنا صورة السيد المسيح لكل المجد آه صورة رائعة جدا صورة آه بيزنطية وهنا الصورة ديت أو الأيقونة ديت بتعلن عن لاهوت السيد المسيح له كل المجد من حيث إن الهالة الدائرية المذهبة والخلفية المذهبة ده ديت لأن زي ما قلنا إن الأيقونة دائما هي مصدر للنور هي بتبعث النور وهي عكس الصورة الفوتوغرافي إن علشان أنا أتصور صورة لابد يبقى فيه نور عليا علشان تظهر في الصوره الفوتوغرافيه انما الايقونه بنلاقيها العكس بنلاقي ان النور صادر منها ولان السيد المسيح لكل كل المجد وصف نفسه انه نور العالم وقال عن نفسه انا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلمه ولا تدركه الظلمه البته بالاضافه الى ان السيد المسيح لا كل المجد بما ان هو نور للعالم جاي لكي ما يقضي على ظلمه الخطيه ويقضي ايضا على ظلمه الموت. آه نلاقي هنا ال الهاله دائريه والدايره دائما بترمز الى المال نهايه والسيد المسيح ابدي ليس له نهايه وليس له بدايه ايضا. بنلاقي ان ال الفنان بي بيجي في هاله السيد المسيح لا بد يرسم فيها صليب والسيد المسيح هو المنفرد بهذه الهاله فقط يعني ما فيش ابدا احد القديسين او احد القديسات او الشهداء حتى يكون في الهاله بتاعتهم صليب هو الوحيد اللي مرسومه في الهاله بتاعته الصليب لان هو ينسب له الخلاص وينسب له الفداء على عود الصليب نلاقي ان في اجنحه الصليب الموجوده الزهره الثلاثه الراسيه والعرضيه نلاقي دايما الفنان بيكتب حروف يونانيه داله على لاهوته يعني مثلا قدامنا الصوره الرائعه ديت بنلاقي في الجناح الاعلى من الصليب حرف الاوميجا والاوميجا ديت نهايه الحروف اليونانيه زي ما قال السيد المسيح انا هو الالف والياء الياء ديت اللي هي الاوميجا في الحروف اليونانيه يعني انا هو البدايه والنهايه انا هو الاول والاخر فدي بترمز الى ابديته اللي هي حرف الاوميجا بيرمز الى ابديه السيد المسيح. نيجي على الناحيه اليسار واحنا بنشوف حرف الاو في الجناح الايسر من الصليب وهو بدايه كلمه اون. اون يعني الكائن زي ما جاءت الآية عن السيد المسيح في سفر الرؤية أنا هو الكائن والذي يكون يعني الحاضر بذاته في الكون الكائن بقدرته في الكون وبلاهوته وبسيطرته وبسلطانه في الكون هو الكائن ولذلك استخدم أول حرف من هذه الكلمة اون في جناح الصليب هنا الجناح الآخر من الصليب بنلاقي حرف الني وهي بدايه الكلمه اليونانيه نيكي يعني المنتصر يعني هو المنتصر على الموت هو الذي استطاع ان يقبض على الشيطان اللي كان في سلطانه البشر قبل فدائه بفداء آه السيد المسيح للبشر وقبل خلاص البشر هو المنتصر على الموت المنتصر على الخطيه دائما طيب هنا في الايقونه ديت احنا لو احنا تمعنا كويس في منظر الايقونه الجميله ديت هنلاقي ان حركه الايد بتاعه مباركه السيد المسيح في حركه الصوابع ديت ليها دلالات معينه ولا بد ان احنا ايه نعرفها ولذلك نلاقي هنا في الصوره اللي بعدها جايبين حركه اصابع السيد المسيح وهو يبارك فبنلاقي ان اصبع الابهام بيلامس العقلة رقم عشرة من الاصابع تيجي يجي في اصبع البنصر ورقم عشرة ده هو حرف اليوتا في الحروف اليونانية وحرف اليوطا هو بداية كلمة إيسوس إيسوس يعني يسوع يعني المخلص يعني هو بيعلن عن نفسه انه المخلص. بالاضافه الى ان حركه تلامس الابهام مع البنصر بيصنع حرف الالفا. وبعدين نرجع لورا لظهر ايد السيد المسيح بنلاقي صوبع الخنصر مع صوبع السبابه بيصنع حرف الاوميجا. يعني بيعلن عن نفسه انه الالف والياء او البدايه والنهايه. يعني معناها انه ازلي ابدي. ازلي ابدي يعني هو الله بذاته. آه بعد كده احنا بنلاقي الصبعين الاخرين اصبع السبابه مع اصبع الوسطى بيعملوا كده زي حرف الني. حرف الني في في الحروف اليونانيه هي بدايه بدايه لكلمه نيكي يعني المنتصر. ولذلك احنا كتير قوي ما نحب نعبر عن انتصارنا ونجاحنا بنعمل الايه الحركه دي ولذلك هنا الايقونه بت بتكلمنا عن من هو الشخص المرسوم امامنا الا وهو الله المتجسد وبيعلن عن نفسه بهذه الطريقه. بنيجي بعد كده في الفنان المصري أو القبطي عظيم جدا جدا هنا رسم سيد المسيح كطفل مع أمه العذراء مريم ولكن رسم خصلات في شعره باللون الأبيض معناها أن إيه عاوز يقول أن السيد المسيح رغم أنه طفل, طفل لكن خدوا بالكم أنه قديم الأيام أنه قديم الأيام زي ما قال للجماعه اليهود قبل ان يكون ابراهيم انا كائن هو قديم الايام ولذلك النقطه دي عجباني جدا من حيث ان الفنان قصد ان هو يقول ان السيد المسيح مش معناه ان هو مولود بالجسد يعني وجد في زمن ما زي ما قال اريوس لا ده هو ازلي وقبل ان يولد في البطن هو كائن وهو موجود لأنه هو الله ولكن ظهر في الجسد تجسد من السيدة العذراء مريم وأخذ منها جسدًا إنسانيًا لكن لاهوته لم يفارق ناسوته حتى من لحظة بشارة الملاك للعذراء مريم لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين حسب الإيمان النقاوي حسب إيمان البابا كيرلس عمود الدين آه آه نيجي هنا آه في الصورة الرائعة اللي بعد كده آه الفنان دايما خاصة الابتي دي ايقونة ابتية جميلة جدا دايما مواظب على موضوع اللون بتاع ملابس السيد المسيح فنلاقي دايما الرداء احمر والثوب اللي جوه ابيض ليه زي ما بتقول الايه في آه سفر نشيد الاناشيد النفس البشرية عندما تخاطب عريسها اللي هو ربنا أو السيد المسيح تقول حبيبي أبيض وأحمر الأبيض رمز للطهارة والنقاوة والأحمر رمز الحب والفداء والخلاص وده كان أمر متعلق بالسيد المسيح كل المجد نلاقي هنا أن السيد المسيح لكل المجد جه آه عنه نبوة في سفر أشعية النبي يقول ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة لأن هو اللي حيموت من أجل البشر والآية تقول تاني في سفر أشياء النبي قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد فدستهم بغضبي وطأتهم بغيظي فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل ملابسي بالإضافة إلى أن السيد المسيح وصف أنه الكرمة الحقيقية هو قال عن نفسه أنا هو الكرمة الحقيقية والكرمة دي طبعا شكلها مثل الدم القاني وهو الكرمة الحقيقية الذي سفك دمه من أجل خلاص العالم اللون الأبيض بتاع ملابس السيد المسيح بلا شك لأنه هو الطاهر القدوس القدوس يعني الذي بلا خطيه القدوس اللي الملاك غبريال قال للسيده العذراء مريم المولود القدوس منك يدعى ابن الله وحتى في التقليد الكنسي بيقال ان يوسف الرامي وقت دفن السيد المسيح سمع الملائكه بتقول قدوس 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 اللي هي برضو اللحن بتاع اجيوس اوسي اوس اجيوس الشروس قدوس الله الذي لا يموت ارحمنا بل ان اللون الابيض بي بينم على انه بلا خطيه زي ما قال لجماعه اليهود من منكم يبكتني على خطيه بالاضافه الى ان نلاقي ان حتى الشيطان شهد للسيد المسيح انه قدوس وبلا خطيه ولذلك الشياطين لما خرجت من المجنونين اللي كانوا على بحيره الجرجسيين والسيد المسيح امرهم بالخروج فقال الشيطان صرخ وقال انا اعرفك من انت قدوس الله شيء عظيم جدا ان الفنان المسيحي بيترجم الايات الكتابيه والفكر اللاهوتي عند ابائنا الكبار القديسين بدايه من القديس آه ماركوس الرسول عندنا هنا في مصر لما قعد يشرح آه آه يسيئوس اللي هو الاله الواحد لانيانوس آه الاسكاف اللي كان بيصلح له الصندل بتاعه لما صرخ وقال ايها الاله وقعد يشرح له من هو الاله بناء على هذه القاعده القاعده اللاهوتيه لشخص السيد المسيح والتعليم اللي جت بعد كده على يد اباء كنيسه الاسكندريه ابتدأ الفنان المسيحي بعد القرن الرابع الميلادي يرسم الأيقونة لأن كان قبل كده المسيحيين متخوفين إن هم يرسموا أيقونات بتشهد بمسيحهم وتشهد بألوهية مسيحهم. ابتدى يبقى فيه حرية بعد تملك الملك قسطنطين للدولة الرومانية ونشر منشور التسامح الديني ومنشور الإعتراف بالمسيحية على مستوى الإمبراطورية الرومانية كلها شرقًا وغربًا وفي شمال افريقيا وعلى الاخص مصر ابتدى الفنان يسجل بقى كل المعلومات اللاهوتيه المخزنه على الايقونه كان قبل كده الفن رمزي يعني علشان يرسم السيد المسيح لا ده يرسم سمكه لان هو اخصص اللي هو حروفها بدايه عباره ايسوس خريستوس يوسي او عايز يرسم السيد المسيح يرسم نسر وفي منقاره الصليب على اساس يرسم ان الخلاص منتسب للمسيح الذي يرمز الى النسر. بعد كده بنيجي للايقونه رائعه جدا وهي صوره برضو ايقونه الطية السيد المسيح بيحمل الكتاب المقدس المزخرف بالالوان الجميله والجواهر لان ده كلمه ربنا بيحمل رساله العهد الجديد ويبارك ايضا بس بقى بايه؟ بصبع واحد. ليه بارك بصبع واحد بيعلن على ان هو الوحيد الجنس هو المخلص الوحيد تاني حاجة بيعلن عن وحدانية الثالوث القدوس الاب والاب والروح القدس اله واحد امين واحنا لما نرشم الصليب بنقول ايه كده آه هنا بقى الفنان القبطي المسيحي عبر عن آه انتساب الفداء للسيد المسيح من حيث ان هو خلى راسه دايما مياله الى ناحيه اليمين زي ما احنا شايفين في الايقونه نفس ميل راس السيد المسيح على عود الصليب يعني احنا لو شفنا ايقونه السيد المسيح المصلوب هنلاقي دايما راسه مياله الى ناحيه اليمين ودائما وهنا الفنان عمل الحركه ديت علشان يعبر عن فداء السيد المسيح للبشر وانه هو المخلص هنا بقى احنا بنيجي الى فكره السيد المسيح في مجيئه الثاني. السيد المسيح سياتي مره اخرى وستنظرها كل عين وسيختطفنا معه على السحاب لكي ما ننتقل من حاله الارضيه الى الحاله الروحانيه ومن حاله مجد الكنيسه الارضيه الى مجد الكنيسه المنتصره. وسنقوم في جسد القيامة طيب موضوع اللي بيسمى في التعليم الليتورجي بالباروسية يعني المجيء الثاني المجيء الثاني طيب الفنان ازاي يوضع فكرة المجيء السيد المسيح كملك مرة اخرى لكي ما ينقلنا الى عالم المجد عارفين عمل ايه نشوف هنا صورة السيد المسيح جالس على كرسي أه وحواليه هنا العذراء مريم أه على يمينه ومريم مرقس على أه شمال ولكن هنا بيوضح رجلين السيد المسيح الرجل اليمين متقدمة قليلا عن الرجل الشمال ليه؟ دي ديت لحظة ما إن الإنسان يقف على رجليه يعني لحظة ما إن الإنسان هو قاعد على الكرسي وبعدين عايز يقوم هتلاقي تلقائيا بيمد رجله اليمين ويجي قايم ويجي ايه؟ قايم المسيح سياتي زي ما الايه بتقول ها انا اتي سريعا واجرتي معي وسأجازي كل واحد حسب اعماله فلحظه القيام ديت هي لحظه الاقرار بمجيئه واختطافنا معاه للسماء إحنا لو, لو عملنا مقطع لمنظر رجليه أهيت منظر رجل السيد المسيح متقدمة كأنه واحد حيقوم آم آم والآية هنا برضو في تمساوس الثانية لمعلمنا بولس تقول الرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته ويرجع قول تاني <applause> آه إن, ان السيد المسيح لو كل المجد عندما سياتي ليدين العالم آه سي سياتي في وقت لا نعلمه زي ما قال لتلاميذه لا احد يعلم اليوم ولا الساعه لا الملائكه ولا الابن بالجسد يعني ها آه الا الاب كنا نعرف الزمن يعني آه في حقبه زمنيه امتى يعني برضو دي ما نقدرش نعرفها لأن السيد المسيح لما جلس مع تلاميذه قبل صعوده مباشرة إلى السماء قال لتلاميذه لا أحد يعلم الأزمنة ولا الأوقات التي وضعها الله في سلطانه لما جاء التلاميذ سألوه برضه عن متى سيجيء مرة أخرى. بننتقل بعد كده إلى الدينونة بقى لأن السيد المسيح هو الديان. نيجي هنا الأيقونة الرائعة دي بيظهر فيها السيد المسيح هي الأيقونة دي من أنطاكيا سوريا اه بيظهر فيها السيد المسيح جالس على كرسي وبيبارك أيضا ولكن بينظر إلى ناحية اليسار نظرة التهديد والوعيد للأشرار وللجداء الذين عن يساره لأن الفنان عايز يقول أن ليس هناك خلاص في الدينونة. وهنا بيبص لناحية اليسار ناحية عن يساره. هيقول لهم كنت جوعان لم تطعموني عطشان لم تسقوني. مريض لم تزوروني محبوس لم تأتم إلي فيقولون له متى رأيناك جائعاً أو عطشاناً أو مريضاً أو محبوساً لم نأتي إليك. فيقول لهم بما فعلتم بأحد هؤلاء الأصاغر فبي أنا أيضاً قد فعلتم. الأصاغر دولت اللي هم الفقراء. اللي هم المرضى اللي هم المحبوسين في السجون ظلما اللي هم الضعفاء اللي محتاجين الى مسانده لما الانسان بيحجم عن مساعده اللي حواليه يبقى اذا هو انقطعت عنه تيار المحبه في داخل قلبه المنبعثه من محبته لربنا وبذلك اذا كان طيار المحبه ده انقطع فإذا يرفض في السماوات ولذلك كثير من الآباء وكثير من القديسين يقولوا ان المحبه عامل اساسي جدا في الدخول للسماء والمحبه شيء هام جدا في تاهيل الانسان لملكوت الله والمحبه مترجمه الى حب كل الناس وعلى الاخص حب الضعفاء وحب الاشرار وحب الخطاه ومساعده الاخرين ده شيء مهم جدا احنا لو عملنا بوز كده على الوش السيد المسيح هنلاقي يعني بتهدد وتتوعد الخطاة بإلقائهم في الجحيم وحيسمعوا الصوت اللي قالوا للجداء الذين عن يساره اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية أني لا أعرفكم نيجي هنا الأيقونة ديت من دير سانت كاترين أيقونة مشهورة جدا على مستوى العالم وهي من حوالي 1400 سنة من القرن السادس الميلادي، الفنان هنا حب يعبر عن قوة السيد المسيح ودينانته للخطاه فإن هو رسم السيد المسيح وجه عند وش السيد المسيح النص اليمين بتاعه بيتمتع بعين حانية رقيقة مرحبة بالخراف بالابرار يعني. اما احنا لو تمعنا كويس في النص الشمال من من الوش بتاعه هنلاقي ان عينه الشمال كلها تهديد ووعيد وينظر الى ناحيه اليسار ولذلك العين الشمال بتختلف عن العين اليمين دي بقى زي ما بقول لكم اسرار الفنان او اسرار الفن او اسرار الخطوط اللي عبرت بشده عن لاهوت السيد المسيح ووظيفته وايضا صفاته آآ آآ هنا احنا جبنا هنا الوش بتاعه وش السيد المسيح فعلا لو احنا تمعنا فيه هنلاقي ان العين اليمين مليانه بالحنان والحب والعين اليسار ومليانه بالتهديد والوعيد لهم بنيجي هنا ورده هذه الايقونه من المزيك وأيقونة رائعة جدا في أحد كنائس الشرقية برضو نفس الموضوع العين اليمين أو الوش نص الوش اليمين كله رأفة وكله حنان وكله حب وترحيب بالأبرار أما النصف الآخر اليسار من السيد المسيح نلاقيه متجهم عينه تريد أن تنتقم من هؤلاء الظلمة من هؤلاء الأشرار آه برضو بنشوف برضو وش السيد المسيح عن قرب شوية لو نقدر ان احنا نلاحظ هذا الأمر ده شيء هام جدا مش بس كده ده في فنان رائع جدا في أحد آه كنائس روما آه خلى السيدة العذراء مريم مع ابنها الطفل يسوع ينظروا إلى ناحية اليمين إلى أي إلى ناحية الأبرار وده احنا شايفين شوفوا العذراء مريم بتنظر إلى أولادها الأبرار الأطهار والسيد المسيح بينظر إلى أولاده الأبرار القديسين الذين صنعوا جهادات كثيرة في حياتهم في العالم وصنعوا أعمال عظيمة لصالح الإنسانية لصالح المجتمع لصالح الوطن ولذلك الآية بتاعت السيد المسيح لما قال ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات كانت هؤلاء الأبرار عند ربنا عظيمة جدا السيدة العذراء مريم مع ابنها بينظروا بينظروا إيه إليهم كان في صورة قبل كده للسيد المسيح رجليه زي رجلين الأسد لأن هو الأسد الخارج من سبط يهوذا هو اللي النبوات تكلمت عنه بالإضافة زي ما أرميا النبي بيقول الرب من العلاء يزمجر ومن مسكن قدسه يطلق صوته يزأر زئيرا على مسكنه بهتاف كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الأرض الخطاء احنا جبنا سورة السيد المسيح بس لوحده وواضحة او مقصودة او انه بينظر ناحية اليمين بشدة يعني يعني بينظر الى اقصى اليمين حيث الابرار او حيث الخراف الذين عن يمينه زي ما قلت هنا البنتوكراتور هنا المسيح البنتوكراتور دي او نقول سقف معمودية مسمنة يعني مبنية من جدران مسمنة يعني سمانية الجدران والمعمودية دي في احد كنائس ميلانو شهيرة جدا كاتدرائية قديمة كلها بالمزيك ورسم الفنان في السقف الدينونة العامة ومجازاة الأشرار وأيضا الأبرار سيد المسيح هنا بإيده اليمين اللي عليها علامات الجراحات بيرحب بالذين عن يمينه أما الإيد الشمال فهي بترفض الذين عن يساره بالإضافة إلى أن رجليه زي ما أنتم شايفين على شكل رجلين الأسد رجلين لأنه سيأتي كأسد كأسد في آخر الأيام وزي ما بيقول بيقولوا آباءنا الرسل في نهاية رسائلهم وبيأكدوا ويقولوا عبارة شهيرة ماران آسى يعني الرب آتن والإيد اليمين المرحبة والإيد الشمال اللي هي مقلوبة بترفض الـ الـ بترفض الإيه الخطاة بالإضافة إلى رجليه اللي معمولة بشكل غريب زي فعلا رجلين الاسد لانه ايضا الاسد الخارج من سبط يهوذا. المسيح الديان بنلاقيه بيستقبل العذاره الحكيمات بنفس الحركة الايد برضو اليمين والشمال. بيستقبل العذاره الحكيمات عن يمينه بكل الترحاب اما العذاره الجاهلات بيرفضهم بايه؟ بايديه. ايقونه للعذاره الحكيمات والجاهلات هنا الخمسه الحاكمات معاه فوق في الفردوس هنا في الشجر والورود ورا هنا والسيد المسيح معاهم انما هنا الباب اغلق وبره بره الباب ده العذاره الجاهلات عاوزين يدخلوا هنا السيد المسيح بيكلمهم ويقول لهم قد اغلق الباب قد اغلق الباب بالاضافه الى ان الرسام رسم السيد المسيح ورا الباب مباشرة. لأن هو الباب هو نفسه الباب. يعني إيه؟ يعني زي ما قال السيد المسيح أنا هو باب الخراف. لا يستطيع أن يدخل أحد إلا بي. هنا ندخل بقى المسيح كراعي للخراف. الفنان القبطي رسم الخروف الضال أو المؤمن. والسيد المسيح شايله عند صدره يعني ناحية قلبه ده دليل الحب والحنو أيضا والحب المتناهي هكذا أحبهم حتى إلى المنتهى هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بالإضافة إن رأس المسيح ميل ناحية اليمين يعني هو جاي لخلاص الإنسان جاي للخاطي جاي لخلاص الخاطي، آه أيقونة جميلة جدًا من ناحية إن السيد المسيح شايل الخروف الضال على منكبيه أو على كتافه ومخليه جوه الهالة النور جوه هالة الإيه؟ النور. ده معناها إن الخاطي شريك معه في المجد، شريك معه في المجد. آه هنا برضو بنلاقي أيقونة للراعي الصالح ماسك عصا الرعاية والخروف الضال جوه الهالة. عايز يقول ان الخروف الضال شريك معايا في المجد هو معايا في النور زي ما قال انا هو نور العالم هو برضو اللي قال انتم نور العالم هنا الراعي الصالح بيرفع عصاته مهددا اي ذئب يمكن ان يقترب من خرافه شايفين رفع عصايته عصا الرعايه يهدد اي ذئب مفترس جاي وبيشهر سلاح تضحيته وسلاح فدائه لأجل خاطر الخراف ولذلك وصف عن السيد المسيح أنه هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف هو قال عن نفسه كده الخراف هنا في شكل المؤمنين وبعدين كل الخراف شكلها أبيض لأن هو تطهر بدم المسيح تطهر بخلاص المسيح وهنا الايقونه دي جميله جدا السيد المسيح بينحني على الخروف الضال اللي هو تاه في البراري تاه في الصحراء تاه تاه في غربه هذا العالم الانسان اللي تاه السيد المسيح يفضل يبحث عنه لغايه لما يلاقيه وانتم شايفين في الايقونه ديت بنلاقي ان السيد المسيح بينحني تماما بحنوه ومحبة وعطف كبير على خروف الضال بل إن الملابس بتاعت السيد المسيح طايرة لورا طايرة لورا يعني إيه؟ يعني السيد المسيح جري معناها أن جري على الخروف الضال ها؟ في لحظة في لحظة من السرعة لخروف الضال وهنا بينقذه وبيحوش عنه الأشواك بيحوش عنه الحشائش الضاره علشان يبتدي يحمله على منكبيه ويرفعه من الحاله الدونيه الارضيه الى حاله المجد يكون شريك معه في هاله المجد بعد كده يكون شريك معه في الايه؟ في النور في النور وبكده بنلاقي ان السيد المسيح فعلا هو الراعي الاعظم الوحيد هو المخلص الوحيد هو البدايه والنهايه الالف والياء هو الازلي الابدي وايضا هو الديان والذي له سلطان الدينونه والذي والذي له سلطان الدينونه دائما لربنا كل مجد دائما ابديا امين.